السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشاهدي قناة السودانية 24 من داخل وخارج السودان. وزي ما تعودنا أن احنا كل يوم اثنين عندنا يوم خصصنا للمعجنات، والنهاردة هو يوم مخصص للمعجنات. عندنا أربع معجنات من أربع دول مختلفة. يلا بينا نشوف أول طبق معانا النهاردة. هو طبق مختلف وفي بيوت كتير ممكن تعمله لكن بفكرة مختلفة. النهاردة هنعمله بفكرة مختلفة شوية، فتابعونا تفاصيلنا ويلا نطلع موبايلاتنا ونصور مقاديرنا. يلا بينا نشوف المقادير وراجعين لكم مرة تانية. اول حاجه هنعملها حاجه مغربيه وهو الملو المغربي. اول حاجه هننزل بيها الدقيق بالشكل ده في العجان بتاعنا، وبعدها على طول هننزل بالسامولينا بالشكل ده. عندنا السمنه بس هنشوف اذا هي سايله بالشكل ده، بننزل بيها اهو كده. وطبعا الميه اللي هنضيفها هتكون ميه فاتره اللي هي دافيه، تمام، ما تكونش سخنة. أول حاجة هننزل نضرب كل المكونات دي الأول مع بعض. أول حاجة وبننزل بالمية لحد لما نوصل لمستوى العجينة اللي احنا عايزينها أهو زي ما حضراتكم شايفين معايا ومتابعين. وصلنا لسمك العجينه اللي احنا عايزينه وبناخدها قدام حضراتكم كده اهي، بس هنوسع على نفسنا شويه كده. كده العجينه اللي قدامنا دي هناخدها كده ونفضل زي ما حضراتكم متابعين معايا كده اهو بالشكل ده. وبتكون عندنا ممكن نريحها، طبعا كل ما نريحها 10 دقايق كل ما يكون احسن بالنسبه لنا كده. كده هنسيبها بس في نفس الطاوه اللي اشتغلنا فيها، نفس المعون نفس هنخليها كده بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الوصول كل ما نريحها بيكون بالنسبه لنا احسن، كل ما بنديها زمن ترتاح فيها العجينه بيكون احسن معانا. يعني هي عايزه هنا 10 دقائق ان هي ترتاح، فهنخليها كده 10 دقائق ان هي ترتاح كده معانا. وخلونا نعمل برضو العجينه الثانيه على النهارده، طبعا كلها معجنات عشان نكسب زماننا، لان العجينه هنا هترتاح معانا وفي العجينه الثانيه برضه هترتاح معانا شويه. فيلا بينا ناخد مقادير العجينه الثانيه ونشتغلها واحنا في انتظاركم مره ثانيه. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. زي ما حضراتكم شايفين اول حاجه هننزل بيها الدقيق بالشكل ده كده اهو، وعندنا برضو الميه بتكون دافيه كده، ننزل بكل الدقيق بالشكل ده كده. هننزل بالزيت، عندنا عصير الليمون، السكر والملح، برضو هندي بقى الكلام ده كده، ننزل ضربة صغيرة كده ونبتدي بقى ننزل بالمية برضو حبة حبة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. بفضل انزل بالمية لحد لما اوصل لسمك العجينة وملمس العجينة اللي انا عايزه كده اهو كده كده، بدأت تلم معايا خلاص. نرفع كده ناخد العجينة بتاعتنا دي كده كده، بلمها بايدي كده من كل الجناب وارفعها برضو اهي، شايفين كده اهو. وبعمل ايه؟ برضو باخدها في نفس العلبة بتاعتها في نفس الطبق بتاعها، بخليها هنا ترتاح. هنا ده الحشو بتاعها. هناخد اول عجينة، نيجي كده اول عجينة بالشكل ده كده اهو، نعمل ايه؟ يلا بينا. ناخد كده، ناخد كده. تمام؟ هنجيب بقى ايه؟ سمنة كده. شايفين السمنة دي؟ وباجي من هنا برضو سمنة كده. وباخد الفرادة بتاعتي اهو كده كده، جبنة رومي اهو بالشكل ده اهو كده. شفت عملتها ازاي؟ وباجي كده اهو، وباجي هنا عند الطوة هنا سخنة تمام بالشكل ده كده. هاجي للقطعة اللي بعديها اهو، تحت وفوق سمنة بالشكل ده كده وبالشكل ده كده. موضوع سهل وبسيط نعمله لأولادنا برضو، بما ان احنا في المدارس نقدر نعمل لهم الساندوتش ده، مش محتاج فرن ولا اي حاجة. ونيجي كده نبرمها بالشكل ده كده اهو، ونيجي هنا كده بلمها كده. عايزين تعملوها طويله تعملوها مدوره براحتكم، هنعمل لكم كده ونعمل لكم بالشكل ايه التاني كده اهو. وبنيجي ونرفع هنا، بعلي بس النار عليها في البدايه، هرفع دي كده، هعمل التانيه والتالته اهو كده. اهم حاجه سمنه من فوق وسمنه من تحت بالشكل ده كده اهو. ده كده الملوي اللي هو المغربي ساندوتش، او هو ساندوتش مغربي تمام، اتعمل بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها معايا كده اهو كده. طيب ما عندناش الجبنه الرومي يا اسامه، الجبنه اللي انتوا عايزين تضيفوها ضيفوها تمام. بنبرم كده، شايفين البرمه اهي، عايزكم بس تاخدوا اللقطه دي وتروح جايين كده اهو. بعد ما انا برمتها بروح جاي كده بايديكي بالبلانشه بالفراده زي ما انت عايزه، ونيجي اهي قدامكم اهي تمام. نيجي في اللي بعد كده اهو، بس برضو سمنه تحت سمنه فوق كده كده اهي بنفس الطريقه.
وفكرتها حاجاتها موجودة في البيت في كل بيت إن شاء الله بتكون موجودة وما كلفتناش حاجة والموضوع سهل وبسيط. البرمة دي كده ونروح جايين من الجناب تاني ونروح جايين كده اهو زي ما تعودنا ان احنا كل يوم اتنين ان شاء الله بنعمل لكم معجنات ومعجنات مختلفة. ودي مفرودة ازاي اهي بالشكل ده، يبقى عملنا طويلة وعملنا رفيعة اهي كده ودي كده، نخليهم جنب بعض. نيجي فين بعد كده؟ يلا خلونا نيجي بقى للعجينة بتاعتنا بتاعت الشرقي. هنيجي كده هنعمل الفطاير الشرقية بتاعتنا، هناخد واحد كده اتنين تلاتة اربعة، حلو الكلام. هنيجي نعمل كالآتي كده، برضو هنا هنعمل برضو كالآتي، سمنة تحت كده وسمنة فوق، شايفين الكمية قد ايه كده، وهتفرده بايدينا الاول بالشكل ده اهو. كده فردة بسيطة، احنا عايزين نرقها بالمناسبة، هي لازم ترق معانا كده اهو. تشوفوا بقى هعمل ايه هنا، عندي نوعين من الحشو. اول حاجة عندي هنا الجبنة، انا ما جيت فكرت ان انا احط بسطرمة، لقيت البسطرمة هتكون حادقة لما اجي احط جبنة اللي هي الرومي مع البسطرمة هتكون حادقة، فاضطريت ان انا احط مرتديلا مع حباية البيض دي كده بالشكل ده كده، وبسرعة بعمل كده بعمل كده بعمل كده بعمل كده بعمل كده وبجيبها هنا تمام. باجي اللي بعد كده اهو، طبعا الفرن لازم يكون سخن مسبقا تمام. بفرد دي كده اهو كده كده، شوفوا ملمس العجينة. طبعا كل ما العجينة اخليها تريح كل ما هي بتبسطني في الفرد وبتديني الملمس احسن واحسن. اجيب دي اهو هنا واجي كده 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 اهو، وبنجيب نفردها على قد ما بنقدر، وبنيجي هنا في الصينية وبنيجي نحطها كده. لو فتحت معانا ممكن نجيب قطع تانية اهو، بس نلمع الاول ننظف مكان البيض كده. ممكن معاكي تعملي ثلاثة تعملي أربعة، بترقق معاكي ما فيهاش أي مشكلة. سمنة الأول، كل ما بيكون في سمنة العجينة ما بتلزقش معانا تمام بالشكل ده كده أهو. كده ناخد دي كده أهو كده 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 تمام، تضغط كده بالشكل ده، تروحي جاية كده اهو كده، نضغط بقى فين هنا كده كده اهو، ونروح مدخلينها الفرن. فين في الفرن؟ في النص هنا بالظبط تمام بالشكل ده. نمسح مكاننا، بسم الله الرحمن الرحيم. بنشوف اخبار الفرن اللي اتطوى ايه، شايفين حضراتكم اللون بقى عامل ازاي، بنسحب كده بالراحه اهو، شايفين اللون. ممكن انا عايز اصغر لكم ده حبه الاول عشان نعملها ايه، نعملها اتنين تمام كده. نيجي كده اهو، شوية سمنة ونفرد كده. دي فطاير الشرقية اللي هي زي الهواية بالظبط تمام. نجيب لنا شوية سجق هنا مع شوية جبنة رومي، هنقفل كده ونقفل كده ونقفل كده ونقفل كده. دي كده واحدة اهي، دي أول طبقة نحطها هنا، وناخد اللي بعديها
بالشكل ده كده برضو سمنه وسمنه. السمنه دي عشان تخليها ايه، تبقى رقايق لما تطلع من النار تبقى ايه بترقق معايا. تمام كده اهو، نيجي هنا ناخد دي كده 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 كده، وهجيب الايه الصينيه اللي هتخش بقى في الفرن، شويه سمنه صغيرين كده في الارضيه، وباجي فين هنا هنا واروح فارد كده اهو. شوفوا بتفرد معايا ازاي، بترمي معايا ازاي اهو، شايفين حضراتكم. ندخلها جنب التانيه كده، بس نجيب الاول نوسع كده علينا اهو بالشكل ده كده، نحط دي جنبها هنا، تاخد راحتها في الفرن. هنعمل ايه كده، احنا عملنا حاجتين من المعجنات، وبنشوف هنا اخبار المعجنات اللي قدامنا هنا اخبارها ايه. تمام اهي النار بدات تعلى معانا كده، نظبط بقى دنيتنا هنا عشان نشوف معانا اخبار المعجنات دي ايه كده. انا برضو هوريكم حاجه نفس اللي انا عملته ده. ده هو نفس ده، يعني حاجه سهله، سندوتش سريع وبسيط كده. نعلي عليها، طبعا انا معلي النيران لان انا محتاج لكذا نار زي ما حضراتكم شايفين. ده الساندوتش اللي انا عملته ده هو نفس ده، وبرده هيطلع قدام حضراتكم وهقطعه ويطلع بنفس المنظر دوت. الساندوتش ده سهل جدا انتوا حضراتكم تعملوه، تزينوه بقى زي ما انتوا عايزين لاولادكم. انا حشيته جبنه اللي هو الرومي، حاسبين عايزين بقى تحشوه اي نوع من انواع الجبنه ده براحتكم. هنطلع فاصل صغير ونرجع مره ثانيه نكمل بقيه معجناتنا، ما تروحوش اي محطه لان اللي جاي احلى واحلى ان شاء الله. واهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم. شايفين الحركه اللي انا بعملها كده؟ طبعا في معايا المعجنات موجوده هنا اهي في الطوه، بضغط ضغطه زي كده، شايفين اللون؟ اول ما احس ان خلاص من تحت بدات تدي تنشف بالشكل ده، ده بالملبس بتعرفوه، بتبتدوا ان انتوا تقلبوها اهو كده. ثانيه برضو بالشكل ده كده، وده اللي طلعت اهو كده كده بالشكل ده اهو. تمام، ده الطبق اللي انا عملته قبل الهواء، وده الطبق اللي هو ايه معاكم انا شغاله على الهواء بالشكل ده. تمام، يبقى هنا كده، وما يطلع برضو بقدمه لحضراتكم. في نقطه مهمه، ده لما يجي يطلع بالشكل ده اهم حاجه عندي ان حضراتكم هو بعد ما بيقعد فتره بينشف شويه، تدخلوه الميكروويف قبل ما تاكلوه مثلا، ياخد له دقيقه دقيقتين وتاكلوه هو سخن، بيبتدي ان هو ايه يبتدي ان يبقى لين شويه. تمام، دي الفكرة بتاعت الساندوتش ده. تمام اهو، ده كمان قرب وده قرب، وخلينا نشوف المعجنات اللي هو الشرقي اخبارها ايه. هنا بسم الله، شايفين حضراتكم بدأت تنتفخ ازاي، خلونا اطلعها لكم لبره شوية، شايفين؟ بس خلوها تستوي وبعد كده اطلعها قدام حضراتكم. يلا بينا نطلع ونشوف معجناتنا اللي هي رقم 3، يلا بينا نشوف مقاديرها ونرجع مرة تانية واحنا في انتظاركم ان شاء الله.
واهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم. هنعمل دلوقتي معجنات ظريفه. اول حاجه عندي الدقيق وعندي سكر وملح، هنزله كده مع بعض، هقلب بالشكل ده كده. عندي السمنه تكون سايله، هنزل واشوف احتياجاتي واقلب كده اهو كده. افضل اقلب واشوف احتياجاتي سواء من السمنه او من الدقيق، تمام اهو. ده برضو الدقيق ده انا حاطه عشان وقت ما انا احتاج بنزل منه كده. كل السمنه بقى كده واكون محضر الدقيق بتاعي، بنزل كده وبنزل كده لحد ما اشوف احتياجاتي مظبوطه، محتاج تاني ولا لا كده. وعناية دايما على الحاجات اللي انا حاططها على البوتاجاز. الساندوتش اللي انا عامله على البوتاجاز ده اشوف اللي هو الملو المغربي اخباره ايه كده. شايفين حضراتكم كده انا عايز ملمس عجينه اهو. كده الشكل ده كده. كده هنجيب الفريدة بتاعتنا من الأخبار كده كده، يعني محتاجه ان هي تقعد تاني تاخد راحتها. طالما عملت معايا الحركه دي معناته ان هي عايزه تاخد ايه راحه تاني، معدل 10 دقائق عشان تقدر تفرد معايا كويس. فهلمها كده بالشكل ده كده اهو كده كده. بقدر الم العجين بتاعي، الحركه دي بتديني كل العجين بيلزق فيها. خدها بس ايه ترتاح معايا 10 دقائق وارجع لها تاني. وخلونا ارفع كده، اخليها هنا واجيب اللي العيش الملوي هنا اشوف اخباره ايه كده، لانه كده خلاص كده كده لانه كده ايه تمام اتحمص خالص، مش عايز اكتر من كده اهو. ما شاء الله حطوا لكم فين كده قدامكم. نشوف بقى الحاجات اللي في الفرن اخبارها ايه. نرفع الطوه دي، كل شويه بنعاين اللي في الفرن نشوف ماشي كويس ولا لا. تمام طبعا علشان زماننا لازم اشوف ال معاكم بسرعه العجينه ده اخبارها ايه. كده بالشكل ده كده
كل ما بتقعد كل ما بتريح معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اهو. تمام الشكل ده كده. تمام هبتدي اجيب صينيه حجم صغير بالشكل ده كده. كده ندهن هنا سمنه ونيجي هنا شايفين بقى نجيب صينيه زي كده وناخد هنا كده كده اهو ناخد كده من تحت لفوق زي نفس العجينه القريبه من العجينه بتاعت الطرط او الفكره فكرة عجينة الطرد. نيجي كده كده وهندخلها الفرن كده اهو. بعد ما ندخلها الفرن هنطلعها هنديها مكسرات وهنديها العسل بتاعها. تمام بالشكل حضراتكم شايفينه كده اهو كده كده بناخد من تحت لفوق كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اهو. هندخلها الفرن هندخلها الاول في النار الايه في قريبه من النار تحت 10 دقائق ومنها بعد كده بنقربها للشوايه. تمام على درجه حراره 180 كل الكلام ده فوق وتحت هتاخد معانا 25 دقيقه كده. لو حسيتوا ان في حاجه لسه من تحت بتكون قريقه لازم تزودوها. ونيجي كده في الاجزاء اللي هي لسه محتاجه بنروح جايين كده ونتقل بالشكل ده كده شفتوا حضراتكم كده. وبنيجي من الجناب نضغط بالشكل ده كده. اي واحده نحس ان هي محتاجه في الارضيه بنديها بالشكل اللي انا عامله ده اهو كده عشان لما تطلع يبقى القالب ايه مظبوط معايا. تيجي تروح قصينه بقى خلاص الاجزاء دي بنروح كده مطلعينها بالشكل ده كده وندخلها الفرن. هندخلها الفرن تحت بالشكل ده كده وبرده الحاجه بتاعتنا قربت تنتهي. خلونا نطلع نشوف مقادير رقم 4 بالنسبة لأطباقنا ونرجع مرة تانية علشان نشوف تفاصيله مع بعض. واهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم. عندي بيض وعندي دقيق وعندي حليب وعندي زيت بيكون درجه حرارته غليانه عاليه شويه. هعمل كالاتي يكون معانا المضرب بالشكل ده كده
هيكون عندي صينية زي كده، بس خلوني ايه انشفها خالص ما يكونش فيها اي ميه. ليه؟ لان الزيت هيكون سخن، فلما هينزل هنا هيطرطش وهيبقى فيه حاجات. عشان كده اول حاجه لازم نعمل الحركه دي كده، نتاكد ان ما فيهوش اي ميه نهائي. تمام، بالشكل ده كده. هنيجي عند الحليب، هاخد ادي اول بيضه، تاني بيضه كده، واجيب المضرب، مضرب معلقه اللي موجود في البيت اشتغلوا بيه كده. اتاكد بس الاتنين دول يكون ايه انسمجوا مع بعض كده، بالشكل ده كده اهو. هعمل ايه؟ هجيب الدقيق واحده واحده كده واضرب كده اهو، تاني كده. زي ما شايفين حضراتكم ان انا باخد الدقيق واحده واحده واشتغل بيه بالشكل ده كده اهو، وانا شغال وعندي هنا الزيت بيسخن. في حركه اللي هي اخر حاجه ان انا هعملها في الصينيه، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع ونشتغل الصينيه مع بعض بالطريقه اللي انا عايز اوريها لكم علشان نعمل العيش مع بعضينا. يلا مره ثانيه عشان نشوف اخر حاجه بالنسبه لطبقنا بتاع النهارده. اهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم. طبعا كده دي الفطائر الشرقيه عملناها مع بعض، وهي قدام حضراتكم بكذا طبقه، وقطعناها عشان تشوفوا شكلها يبقى ازاي كده. نشوف قلنا في حاجه طبعا مش هنصب هنا الا لما كنتوا ترجعوا لنا، وهو موجوده قدامكم الملو المغربي اهو بالشكل ده اهو. شايفين كده بنعمل كده اهو كده. عندي هنا الزيت يكون سخن بالشكل ده، هنعمل ايه؟ شايفين حضراتكم خلي بالكم دايما لما يبقى هنا في زيت سخن يعني نكون حريصين جدا اهو بالشكل ده كده. واعمل ايه؟ اخد العجين كده، شايفين بنزل في الزيت السخن قوي اهو كده اهو. كده كل ما بتعلي الكميه لفوق كده، طبعا هي بتاخد لها 20 دقيقه في الفرن في الشوايه اللي فوق. تمام، احنا بندخلها الفرن بنكون حريصين جدا كده اهو في الشوايه هنا. على فكره بترتفع زي الكب كيك. بسم الله، بتطلع بالشكل اللي هو ده. انا في واحده عملتها عجينه بسيطه، يعني العجينه ما كانتش كفت فصغرتها، فبتطلع بالحجم ده، والكتير قوي بيطلع بالشكل ده. تمام، يبقى عندي بيطلع بالشكل ده ويطلع بالشكل ده. لما هنفتح القطعة العيشة دي، ده طبعا في الاول في الاخر هو عيش. تمام، تفاصيله بسيطة جدا، مش عالي ولا حاجة ولا مكلف.
انا عايز بس البس الكلافز عشان افتح لكم لقمه تشوفوها، كان الفكره فيها كانك حاطط من جوه كاستر او كراميل او اي حاجه. انا عايز بس تيجوا لي كده، شايفين حضراتكم من جوه بتحس ان في حاجه، في شايفين ده كانك عامل نشا، عامل كاستر، وفعلا لما بتتاكل بتديك الفكره بكده، وهو بتتفتح بالشكل ده، وممكن تحشيها اي حاجه مع تفتحها بالسكينه وتحشيها زي ما انت عايز. دي الفكره، حبيت افتح لكم بس قطعه عشان تشوفوها معايا. نحطها هنا. طبعا هو لازم يطلع وهو بارد، بس هنحاول يعني، لو طلع معانا هو بارد وهو سخن كده خير وبركه. تمام، نحاول بس حتى لو نطلع لكم واحده، وفي نفس الوقت انا عايز نتفرج على الفكره بتاعت شكلها، مش هتطلع لما تبرد يا جماعه يعني. المهم هي الفكره اللي شفنا، الفكره بتاعت العجينه مش هتنفع، خلاص خلونا نعملها كده ونوريكم الزواق بتاعها. بناخد كده في النص، انا حبيت اطلعها لكن لازم تبرد معايا شويه. نيجي كده كده كده، خلينا نديكم الفكره كامله كده اهو اهو كده. وعندي عسل، بيكون عسل بارد. بنديها بقى فين؟ هنا عسل كده اهي. تشرب عسل، طالما هي سخنه هنحط لها العسل، بيكون بارد بالشكل ده اهو كده زي الفل. نظبط الطبق كمان، وزي ما قلت لحضراتكم هي ما ينفعش تطلع الا وهي تكون بارده شويه، مش بارده خالص بس بتكون على الاقل فيها نسبه من البروده. مش اول ما اطلعها من الفرن ارفعها، لا كده قدام حضراتكم برضو تاخدوا فكره بيها. وخلونا نشوف، انا عايز اوريكم الصينيه هنا لان هي خلاص احنا وريناها لكم، وهي انا عملت الصينيه طبعا قبل ما اطلع على الهواء، ولكن عايز اوريكم بتبقى منظرها ازاي وهي في الفرن بتبتدي تشتغل ازاي. شايفين حضراتكم كده تفضل تفور مع الزيت اللي هو موجود هنا لحد ما بتشرب الزيت خالص، وتروح مرتفعه، وبيكون كده زي الفل بالنسبه للمعجنات دي زي ما حضراتكم شايفين كده. وبكده بيكون وصلنا لنهايه اطباقنا. ده كانت الاطباق بتاعه النهارده، بكره انتظرونا في اليوم الصحي او الاطباق الصحيه بكره ان شاء الله، واحنا بنحضر لكم من النهارده الاطباق اللي بكره هنقدمها لحضراتكم، اطباق صحيه ومعلومات صحيه ازاي ان احنا نستفيد بها بكره. انتظرونا بكره في نفس الميعاد مع اطباق جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.